غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر ومدى حكايات، فرس من نور تسهل الحكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات، واللي عايش يكمل حربنا حرب وجود. من داخل خيمة للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ينبعث صوت بودكاست هيا لنقل معاناه وويلات العدوان والتجارب القاسية التي عايشوها، لإيصال صوت الشعب المذبوح المباد جماعيا إلى العالم. احنا هدفنا من البودكاست كان ان صوتنا وصوت الفلسطيني كان يكون مسموع سواء قبل او بعد، فكانت من هاني الفكرة انه يا جماعة الخير لا، احنا لازم نجمع جهودنا ونرجع تاني نبين للعالم ونحكي للعالم بالطريقة اللي احنا بنعرف نحكي فيها. احنا يعني في حد بيعرف يحكي بقلم ورقة وفي حد بيحكي بالسياسي، احنا بنعرف نحكي بالبودكاست. فكانت هنا الفكرة انه احنا نحكي للعالم ان احنا لسه موجودين. الاحتلال ودون سابق انذار دمر مكتب بودكاست هيا بشكل كامل في مدينة غزة، بعد سنوات طويلة من تسليط الضوء على معاناة الغزيين، إلا أن ذلك لم يمنع فريق العمل المكون من 8 زملاء وزميلات من مواصلة حلمهم من خلال إنشاء بودكاست داخل خيمة محيطة بالنازحين، ليكون البودكاست من قلب الحدث إلى العالم. الخيمة اللي احنا قاعدين فيها دي تفضت من ناس عشان احنا نصور بالليل، هذه مش خيمتنا، خيمتنا اصلا لا تصلح لانه احنا نسكن فيها اساسا. حلقاتنا اللي موجوده هاي احنا بدينا في كيف لا نعتادي المشهد، وكنا بنحكي كيف نتضامن مع بعض، هذه في البدايه. وبعد هيك احنا عندنا خطه انه نحكي عن تدخلات العمل الانساني وكيف ممكن يكون عندنا تدخلات عمل انساني، وبعد هيك عندنا خطوات ثانيه نستخدم يعني نتكلم فيها عن علم النفس اثناء الحروب. احنا بنحاول انه نكون صوت وعلاج ودواء لكل الناس. احنا هنحاول نكمل الطريق اللي احنا اقسمنا انه من البدايه انه هو طريق توعي، مش مطلوب من حد يدعمنا بفلوس، مطلوب منا انه احنا نكمل بمجهودنا. الاعلام مستهدف في قطاع غزه لكتم الصوت الحر، اذ استشهد لغايه اعداد هذا التقرير 127 صحفيا، هذا اضافه لقصف اكثر من 65 مؤسسه صحفيه منذ 7 اكتوبر ولغايه اللحظه.